النهاردة إن شاء الله هنعمل شوية مشروبات عشان الشتاء والدفا. الله في السوا. فدلوقتي هعمل ايه؟ هدلق الميه من عليه واشطفه وهنشوف هنعمل فيه ايه. اه كده بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اولع عليه وهنحط الحمص بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين عامل ازاي لما تنقع من بالليل؟ مش هياخد وقت خالص خالص. كل حاجات الحمص الشام، وهنحط له معلقه بابريك. انا مش هحط شويه، انا هحط له شويه بابريك، مش هحط له اي حاجه تاني غير كده بس. حاجه مفيده وبتدفى في نفس الوقت لان فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين جماعه بتاعنا؟ يا رب تكون طريقه سهله وبسيطه. واللي حابب يا جماعه يحط شطه يحط، دي حاجه حريه. ومعايا كوبايه لبن. بسم الله الرحمن الرحيم. وادي يا جماعه السحلب بتاعنا الجبين، مشروب اللي بيدفي كله طبعا فوايد لانه معمول باللبن طبعا. وانتوا عارفين السحلب بيتعمل من ايه؟ من رز مطحون مغسوله ومنشف ومطحون ونشا وجوز الهند، فكله مفيد. وعملناه باللبن اهو، شايفين جماله ما شاء الله. يلا بينا نعمل الشاي الكرك الجميل الاصلي الهندي اللي على اصوله. ونولع البوتاجاز بتاعنا ونحط الكزرولة بتاعتنا ونحط كوباية. النهاردة هعمل كوباية واحدة بس، وهحط عليه كوباية واحدة قرفة، اتنين قرنفل، قطعة زنجبيل فريش، وفصين حبهان. اول ما تغلي هنزل بمعلقتين شاي طبعا على حسب الكوباية اللي انت هتعمليها او اي تعمل. حطيت عليها معلقتين سكر، والتحلية دي زي ما انت عايزة تحط اتنين تلاتة براحتك. وهحط كوباية لبن وهسيبه يغلق الاربع دقايق، وبعد كده هصف فيه بالمصفى. ودي ورخيصة وفي متناول الجميع. يعني شايفين انا نص كيلو ده انا جبته بخمسة جنيه. شايفين كمية قد ايه ما شاء الله؟ نص كيلو بخمسة جنيه، يعني مش مكلف لاي حد، في امكان كل واحد يجيبه. يعني جبتها وغسلتها وخليتها تنشف زي ما انتوا سامعين كده اهي. جبتها الاول، انا بحب اغسلها وانشفها وبعد كده اخد منها واعمل. ان شاء الله نعمل النهاردة الحلبة وهتكون جميلة وتدفي ومغذية. الحلبة الحصى يا جماعة حلوة جدا لو انت شربتي كل يوم منها كوباية الصبح مع الفطار، دي بتقوي القلب ومفيدة كمان للمعدة، بتساعد على الهضم وبتقلل عملية الامساك، وكمان مفيدة جدا في السكر، بتخفض مستوى السكر في الدم. يعني كلها فوائد جميلة جدا. ويا ريت يعني نقدر الحلبة دي، مش قادرة اقول لكم قد ايه فوائدها عظيمة وجميلة جدا ومفيدة ومغذية للكبار والصغار. فيا ريت نكتر لاولادنا منها حاجات مفيدة، يعني جميلة جدا، بتساعد في الهضم. يعني واللي معدته تعبانه وعنده حرقان في المعده لو شرب كوبايه حلبه بس من غير لبن فمفيده جدا. هنسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا هولعت على الميه بتاعه الحلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهحط، ما تكتريش، لو انت بتحبي تاكليها كتري منها في عليها لبن كمان، والكلام واللبن كله كالسيوم ما شاء الله، يعني مفيده من كل النواحي. جنيه، شايفين بخمسة جنيه قد ايه ما شاء الله. السكر بتاعي اللي انا عايزاه زي ما انا بحبها، حط لها السكر زي ما انت بتحبيها. بسم الله. انا عملت لكم النهارده مشروب مفيد ومغذي ويدفي كمان ان شاء الله. واللي هنقعها بقى ان شاء الله في الميه دي، المفروض تتنقع مش اقل من 6 ساعات، ولو الاحسن ان انت تنقعيها من بالليل وتقوم الصبح احسن تعمليها، احسن من بتبقى تتنقع مدة اطول فما تاخدش معاكي سوا، وتبقى جميلة جدا ان شاء الله. انا كده هنقعها، انا كده بالليل نقعتها، والصبح ان شاء الله هقوم اعملها. انا كده الصبح ان شاء الله اهي، بعد ما نقعتها شايفين عاملة ازاي ما شاء الله. طبعا هدلق الميه بتاعتها ديت
وهشطفها واحط لها ميه نظيفه عشان ابتدي ايه اسويها ان شاء الله. طبعا انا دلقت الميه وشطفتها حوالي مرتين ثلاثه، لان طبعا البقوليات لازم تشطف كويس وتتنقع. هولع عليها، دي ولعت عليها، وهسيبها بقى مع نفسها. هولع عليها في الاول نار عاليه، واول ما تبتدي تغلي هوطي عليها النار عشان تستوي براحتها واسرع ان شاء الله. انا كده وطيت عليها النار وهشوفها بقى بعد مده. يعني شايفين بدأت اللون من المية يتغير على إن بدأت تخش في السوا، شايفين عملت ازاي اهي، وبدأ شكلها زي اللي انا بشتريها من عند الراجل بالظبط اهي. شايفين ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله، جميلة جميلة وسهلة وما بتاخدش اي حاجة. هي كده عندي استوت والرز استوى، فهحليها بالسكر زي ما انت عايزه. التحليه دي في ايدك انت، حليها زي ما انت عايزه. عايزاها سكرها كتير حطي، عايزاها سكرها قليل حطي، دي براحتك. حتى اللبن كان، وهنصب كوبايتنا عايزه تقليها اكتر من كده. ممكن تسيبيها على النار شويه قبل ما تحطي اللبن والسكر، تسيبيها شويه. شايفين جمالها عامله ازاي، جميله جميله ما شاء الله. يا جماعه جميله حلوه قوي قوي، ويا رب تكون عجبتكم طريقتي واستفدتم.